نتواصل معكم مشاهدينا الكرام. تحية للفنانة الشابة المغربية أمينة كرم وهي تغني للسودان والسودانيات وتحتفي بالحضارة والتاريخ السوداني. وكثيرا ما نتحدث عن أن السودان أصل الحضارة، وما زالت المواقع الأثرية البكر كثيرة جدا موجودة في السودان، تحتاج فقط بعض الاهتمام والدعم حتى نعرف تاريخ هذه الأرض
وحضارة هذه الأمة السودانية. طبعا تحية لهذه الحضارة وهذا التاريخ الضارب في القدم وحضارة النيل، حضارة ممتدة، والتحية لكل الفنانين الذين عبروا عن حبهم وانتمائهم للسودان وعن هذه الحضارة، والتحية لكل المؤرخين الذين يقومون بدور كبير جدا، ولكل العاملين في هذا الحقل وفي هذا المجال الذين يعني يحفظون التاريخ وينقبون عن آثار جديدة ومكتشفة تعبر عن سودانويتنا وتعبر عن أن السودان أصل الحضارة.